كيفكم جميعا؟ رح نبلش هلا اشرح بفقرتنا الجديده، بس قبل ما نفوت بفقرتنا الجديده انا بالفيديو اللي قبل كنت عم بشرح لك تاثير البوتاسيوم الموسع للاوعيه الدمويه، كيف هو بيوسع للاوعيه الدمويه وبخفض لي الضغط الشرياني. هذا الشرح اللي شرحت لك اياه انا هو عباره عن اضافه للفهم، هو ما بيسالك عليه. هذا الشرح هو شرح صحيح 100%، بس ناقصه كلمه واحده صغيره نقصتها انا، وكان من الصعب علي انه انا احذف الفيديو الماضي وارجع عيد تصويره وعيد منتجته وعيد تنزيله. فهي الكلمه الصغيره اللي ناقصه في الشرح احضف لك اياها هون مشان تكتمل الصوره عندك. لما يكون في عندي انا زياده خفيفه او معتدله بتركيز البوتاسيوم بالخارج الخلوي، وانا اساسا بالداخل الخلوي مثل ما بنعرف عندي تركيز عالي جدا من البوتاسيوم، هذا البوتاسيوم وقت بده ينتقل للداخل الخلوي بده ينتقل عكس مدروج التركيز. مين الشيء اللي كان بينقل لي البوتاسيوم عكس مدروج التركيز؟ ذكر لي هذا الموضوع من الفصل 2 فيزيولوجيا، هي مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، فكانت بتنقل 2 بوتاسيوم للداخل وبتطلع لي 3 صوديوم للخارج. هي المحصلة اللي بتعملها مضخة الصوديوم والبوتاسيوم بتخلي لي الداخل الخلوي يخسر شحنة موجبة، وبالتالي يصير فيه فرط استقطاب، وبالتالي ينخفض التقلص بالعضلات المنساء مثل ما بنعرف فرط الاستقطاب بالعضلات ككل يعني، وبصير في عندي توسع وعائي. فانا الشرح اللي شرحت لك اياه هو شرح صحيح، بس كان ناقصه هي الكلمه الصغيره سامحونا. ومثل ما حكيت لك انا مو ناقص لك اي كلمه بالحكي اللي موجود بفقره الكتاب، هذا النقص هو كلمه صغيره بالشرح يلي انا ضايفه للفهم يلي انت اساسا مالك مطالب فيه اساسا. طبعا كلياتنا بنعرف انه جهاز الدوران عنده مجموعه من الوظائف، بس انا في عندي وظيفه مهمه او اهم الوظائف او الوظيفه الاساسيه لجهاز الدوران هي عباره عن تبادل المواد بين الدم اللي موجود داخل الاوعيه الدمويه والنزج الباقي. فبيروح لعند نسج معين بياخذ منه CO2، بياخذ منه فضلات الاستقلاب، بيعطيه اكسجين، بيعطيه مغذيات، وهكذا بيروح على الكليه، بعدين بيروح على الرئه، وكل هاي الشغلات عم تتم عن طريق شو؟ عن طريق تبادل المواد بين الشعيرات الدمويه بين الاوعيه الدمويه وبين النسج الباقيه. طب هل هذا التبادل عم يتم بكل مناطق جهاز الدوران؟ رح اجي اقول لك لا، هذا التبادل عم يتم بمناطق محدده من جهاز الدوران تسمى الدوران الشعري. شو هو هذا الدوران الشعري؟ هو مجموعه من الاوعيه الدمويه الدقيقه جدا 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 الصغيره كثير كثير يلي تسمى الشعيرات الدمويه. طيب ليش التبادل عم يتم حصرا بالشعيرات الدمويه؟ رح اجي اقول لك مره ثانيه، لانه الشعيرات الدمويه عندها بنيه خاصه فيها، بنيه خاصه جدا جدا. هي البنيه الخاصه عم تخلي الشعيره الدمويه تكتسب خاصيه كثير مهمه. شو هي هي الخاصيه اللي كثير مهمه؟ هي النفوذيه العاليه للمواد عبر جدران الشعيره الدمويه. فتقريبا جدار الشعيره الدمويه هو نصف نفوذ للمواد، تقريبا اغلب المواد او يعني 50% من المواد بتقدر تعبر عبر جدران الشعيرات الدمويه. في عندي كميه قليله جدا من المواد مثلا مثل البروتينات المنحله بالماء كبيرة القطر الجزيئي ما بتقدر تعبر عبر جدران الشعيرات، اما المواد الغازات مثلا الاكسجين، ثنائي اكسيد الكربون، المغذيات وهي الشغلات، فكلياتها بتقدر تعبر وين؟ عبر جدران الشعيرة الدموية. بسبب شو؟ بسبب نفوذية جدران الشعيرة الدموية. بسبب شو؟ بسبب البنية الخاصة للشعيرات الدموية. طيب شو هي هي البنية الخاصة للشعيرات الدموية؟ اجى قال لك بالكتاب انه انا عندي اول شيء النسيج الظهاري او الطبقه البطانيه تبع الشعيره الدمويه، هي عباره عن طبقه واحده من الخلايا الظهاريه، عباره عن صف واحد من الخلايا الظهاريه، خليه جنب خليه جنب خليه وهكذا، وبالمنطقه الثانيه خليه جنب خليه جنب خليه. طبعا الشعيره يعني بدك تخيلها هيك ثلاثيه الابعاد، ما عندي روح ثلاثيه الابعاد. الاوعيه الدمويه الكبيره ما كان عندها هي الخاصيه، كانت عباره او نسيجها الظهاري او طبقتها البطانيه عباره عن خلايا مكدسه فوق بعض البعض بشكل كثير كبير، عم تشكل لي سماكه بالنسيج الظهاري. اما بالشعيره الدمويه فما عندي سماكه، عندي طبقه واحده من الخلايا البطانيه. بالاضافه لهي الطبقه الواحده انا بكون في عندي فراغات بين الخلايا البطانيه، بالاضافه انه بكون في عندي ثقوب بالخلايا البطانيه. هاي الفراغات تسمح لي بتمرير المواد، هاي الثقوب تسمح لي بتمرير المواد، بالإضافة إن في عندي مواد منحلة بالدسم تقدر تعبر عبر الخلية ذات نفسها لتنتقل للنسج الثاني. هدول الخواص الثلاثة هن اللي عم يعطوا لي الشعيرة الدموية خاصية النفوذية العالية. أول شيء إنه في عندي فراغات وفي عندي ثقوب، هو بالكتاب ما نشرح لك عنهم، هو جامع لك إياهم على مصطلح ثقوب،
تسمح بتمرير المواد، بالإضافة أنه عندي طبقة واحدة من الخلايا البطانية، وبالتالي جدران الشعيرة الدموية رقيقة جدا، وبالتالي نفوذيتها عالية جدا جدا. طيب إذا نجي نطبق هذا الموضوع بالأوعية الدموية الكبيرة يلي جدرانها سميكة جدا، فرح لاحظ أنه إذا بده يجي شي مادة تمر عبر الفراغات بين الخلايا البطانية، رح تلاحظ أنه في عندي خلية مكدسة سادت لي هذا الفراغ اللي موجود، فما في فراغات اساسا، والثقوب كمان غير موجوده، وبالاضافه انه في عندي سماكه مجموعه كثير كبيره من الخلايا المكدسه فوق بعضها. اما هون شو كان عندي؟ كان عندي صف واحد من الخلايا عم يخلي لي جدار الشعيره الدمويه رقيق جدا جدا، قادر على تمرير المواد بين الدم والنسج الباقيه. طب حتيجي تسالني هل انه بنيه الشعيره الدمويه هيك خلصت؟ بيجي اقول لك لا، هاي الشعيرة الدموية بما انه هي رقيقة جدا 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 فهي محتاجة لدعم، محتاجة لشيء يسندها، يعطيها قوة، يعطيها سماكة، يعطيها صلابة شوي لحتى ما تتمزق بسهولة. هاي الشغلة وظيفة مين؟ وظيفة الغشاء القاعد. الغشاء القاعد نحن درسناه بالبيولوجيا بالفصل 7، كان عبارة عن مجموعة من الألياف. هاي الألياف أهمها الألياف الكولاجينية يلي هو عبارة عن بروتين سكر. هذا الغشاء القاعدي له وظيفة كتير مهمة، أنه هو بيدعم لي شو بطانة الشعيرة الدموية، أو بيدعم لي جدران الشعيرة الدموية، بيعطيها القوة، بيعطيها صلابة، بيعطيها مساندة لحتى ما تتمزق بسهولة. فهو عم يشارك بمصطلح كتير مهم، هي المقاومة الشعرية. هي المقاومة الشعرية لا تجي تربط لي بينها وبين المقاومة الوعائية المحيطية تبع أول الفصل. هي المقاومة الشعرية أصدم فيها مقاومة جدران الشعيرة الدموية. فأنا وقت فوت لعندي الدم لداخل الشعيرة الدموية، هذا الدم رح يطبق خواصه الفيزيائية. شو رح يعمل؟ رح يشكل لي قوة ضغط على جدران الشعيرة الدموية. هي قوة الضغط رح تحاول لي تخلي لي الشعيرة الدموية تتوسع، ممكن تخلي لي الشعيرة الدموية تتمزق، لأن الشعيرة الدموية جدرانها رقيقة. شو هو الشيء اللي بيمنع لي هذا الموضوع؟ هو الغشاء القاعدي، لانه هو مؤلف من الياف كولاجينيه صلبه. هاي الالياف الكولاجينيه عم تخلي الغشاء القاعدي صلب، عم يدعم لي شو الشعيره الدمويه. طبعا وبما انه كل الشغله نحن عندنا اياها في لها حدود، الغشاء القاعدي ومقاومته له حدود كمان. فانا لما يصير في عندي حاله مرضيه معينه ويصير في عندي دخول كميه كثير كبيره من الدم الى داخل الشعيره الدمويه، شو رح يزيد عندي؟ بما انه زادت كميه الدم اللي داخل الشعيره، رح يزيد عندي الضغط الدموي داخل الشعيره. او ممكن يصير عندي شيء ثاني، ممكن عندي تقل مقاومه الغشاء القاعدي، وبالتالي مقاومه جدار الشعيره كلياتها قلت. لما تصير هدول الشغلتين او احدى هدول الشغلتين، ممكن عندي يصير تمزق للشعيره الدمويه، وبالتالي خروج الدم من الشعيره الدمويه الى النسج الباقيه بما يسمى النزف. بس هذا النزف بيكون قليل الغزارة، لأنه أساساً الشعيرة الدموية هي دقيقة جداً وكمية الدم اللي فيها قليلة. حتى لو زادت كمية الدم فهي ما بتزيد لكمية كتير كبيرة، لأن الشعيرة الدموية دقيقة جداً جداً جداً. فبصير في عندي نزوف بسموها نزوف نمشية قليلة الغزارة. نمشية يعني تقريباً مثل نقطية لما يشوفوها بالمرحلة، يعني لما يدرسوها سريرياً. فمثلاً وقت يعدم شخص شنقاً، بلاحظ أنه في عنده مثل نزوف نمشية بالعين. كمان هي النزوف النمشية الناتجة عن تمزق الأوعية أو الشعيرات الدموية. ما يكون بالموضوع كثير، بس أنا لما يصير في عندي زيادة بالضغط الدموي داخل الشعيرة، أو زيادة نقصان بمقاومة الشعيرة الدموية، ممكن يصير في عندي نزوف اسمها نزوف نمشية قليلة الغزارة. طيب إمتى بتصير هي النزوف أو إمتى بتصير هي التغيرات بالشعيرة الدموية؟ بتصير بثلاث حالات: بالأمراض الوراثية، بنقص فيتامين سي، بالإنتانات، بالسموم. وطبعا نحن مثل ما تعودنا كل شغلة في إلى سبب ومسبب. الأمراض الوراثية ونقص فيتامين سي بتأثر لي على الغشاء القاعد ذات نفسه. ليش؟ الأمراض الوراثية هو مو محدد لك شو هي الأمراض الوراثية، بس هو قصده يعني بعض الأمراض الوراثية يلي بتأثر لي على مكونات الغشاء القاعدي، وأهمها الكولاجين. فبصير في عندي مثلا ببعض الأمراض الوراثية كولاجين شاذ. هذا الكولاجين الشاذ بيكون هش، فالغشاء القاعدي هش، فمقاومة جدران الشعيرة قليلة، فممكن يصير في عندي نزوف. الفيتامين سي هو ضروري جدا 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 بتركيب الكولاجين. ان شاء الله بكره بالكيمياء السريريه والحيويه بتشوفوا شو تاثير الفيتامين سي بتركيب الكولاجين. بما انه عندي نقص بفيتامين سي، فانا في عندي كولاجين شاذ او كولاجين ضعيف، في عندي نقص بمقاومه الغشاء القاعدي، في عندي نقص بمقاومه جدران الشعيره
ففي عندي شو نزوف قليلة الغزارة. الانترنت والسموم لما يكون في عندي انتان بنسيج معين أو وجود إحدى السموم بنسيج معين شو بده يعمل جهاز الدوران؟ بده يزيد لي من كمية الدم الرايحة لعند الانتان أو رايحة أو يلي رايحة لعند منطقة وجود السم. بما أنه زادت كمية الدم اللي رايحة فزاد شو عندي؟ زاد عندي الضغط. بما أنه زاد عندي الضغط فهذا الضغط ممكن يضغط لي على جدران الشعيرة يسبب لي نزف. طيب ليش بتزيد كمية الدم اللي رايح لمنطقة الإنتان أو لمنطقة السم؟ لمنطقة الإنتان لحتى يزيد من كمية الكريات البيضاء يلي رايحة لمنطقة الإنتان لحتى تخلصني من الإنتان. تزيد كمية الدم اللي رايح لمنطقة السموم لحتى تخلصني من السموم، لأنه أنا أساساً الفضلات الاستقلاب وهي السموم وين بيطرحها بجهاز الدوران، بعدين ممكن يأخذها للكبد يستقلبها وبعدين للكلية حتى تطرحها. فهيك بنكون خلصنا فقرة المقاومة الشعرية اللي موجودة وين؟ موجودة بآخر الصفحة إذا أنت عم تتابع معي على الكتاب. نرجع لبنية الشعيرة، حكينا إنه هي عبارة عن صف واحد من الخلايا البطانية مدعمة بغشاء قاعدي عبارة عن ألياف كولاجين. إيش قال لك منشأ هي الشعيرة؟ هي من فروع الشرينات، بس ما فصل لك بالموضوع، بس نحن بما إنه كثيرين غلبة فرح نفصل بالموضوع، لأنه هو مفصل بالموضوع وين؟ بالرسمة، يعني هو حاطط لك اياهم بالرسمة، فممكن يجيك دكتور يحط لك سؤال عن هذا الموضوع. بفوت لعندي شريان كبير مثلا كلوي لداخل الكلية، بده يتفرع 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 لحتى يوصل لمرحلة الشرين. هذا الشرين كمان لسه بيروح بيتفرع، بيوصلني لمرحلة اسمها شرين انتهائي. شو هو هذا الشرين الانتهائي؟ هو عبارة عن هذا اللي رسمه أنا. هذا الشرين الانتهائي كمان بيطلع منه فرع اسمه شرين تالي. الشرين التالي هو اللي بيطلع منه الشعيرة الدموية. وعند نقطة نشوء الشعيرة الدموية بيكون في عندي ليف عضلي أملس عم يطوق لي منشأ الشعيرة الدموية يسمى بمصرة أو معصرة، مصرة قبل شعرية. هاي المصرة قبل شعرية إما بتتقلص وبالتالي بتسكر لي مدخل الشعيرة وبتمنع لي مرور الدم من الشرين إلى الشعيرة، وإما بتسترخي وبتتوسع وبالتالي تسمح لي بمرور الدم من الشرين التالي إلى الشعيرة. وبما أنه هي المصرة هي عبارة عن ليف عضلي أملس فهو عنده خاصية القلوصية، إما بتقلص وبتنغلق المصرة وإما بتتوسع وبتنفتح المصرة. الانغلاق تبع المصرة أو الانفتاح هو عبارة أو بيتم التحكم فيه عن طريق بعض المواد اللي بيتم إنتاجها من النسيج ذات نفسه، رح ندرسها لقدام بفقرة الدوران الموضعي. بعدين بعد ما تنشأ الشعيرة وفي عند منشأة مصرة قبل شعرية تنتهي بوريد اسمه وريد تالي للشعيرة. لما تنتهي بوريد ما بيكون في عندي مصرة عند نقطة نهاية الشعيرة الدموية، وبالتالي أنا في عندي اتصال دائم بين الأوردة وبين مين؟ وبين الشعيرات الدموية. بس أنا الاتصال بين الشرين والشعيرة الدموية هو اتصال مؤقت، ممكن يكون موجود وممكن لا حسب حالة انفتاح أو انغلاق المصرة أو المعصرة، لأنه هي المصرة أو المعصرة عم تشتغل مثل البوابة، إما بتفتح وبتخلي لي الدم يفوت للشعيرة وإما بتنغلق وبتخلي لي الدم ما يفوت للشعيرة. فإجا قال لك آخر شيء بالكتاب أنه أنا في عندي جملة كتير مهمة، هي الجملة ممكن ما تفهمها لحالك، يجي قال لك انه التبدلات الهيموديناميكية بالأوردة تنعكس في الشعيرات الدموية. شو يعني هذا الحكي؟ يعني انا بس يصير في عندي تبدلات هيموديناميكية، شو هي التبدلات الهيموديناميكية؟ هي زيادة الضغط الدم مثلا بالأوردة او زيادة كمية الدم المختزن بالأوردة. فشو رح يصير؟ رح تنعكس هي التبدلات بمنطقة الشعيرات الدموية، فاذا زاد عندي كمية الدم الكبيرة بالأوردة رح لاحظ انه تراكمت عندي كمية دم وين؟ بالشعيرة. لما تزيد ضغط هون يزيد ضغط هون، فأنا دائما في عندي اتصال بين الأوردة والشعيرة الدموية، فأي تبدل بمنطقة الأوردة ممكن لاحظوا انا وين؟ بمنطقة الشعيرات الدموية. بس بمنطقة الشرايين مو بالضرورة اي تبدل موجود بالشريان ينتقل للشعيرة الدموية، لأنه مثل ما حكينا انا في عندي بوابة، اما الشعيرة الدموية رح تكون مفتوحة على الشرايين واما رح تكون مغلقة على الشرايين. احدى الامثله على التبدلات الهيموديناميكيه لما يصير في عندي قل التصريف للدم من الاورده وبالتالي الدم عم يتجمع بالاورده رح لاحظ انه هذا الدم رح وين يتجمع بالشعيرات الدمويه بما يسمى بالاحتقان، احتقان دموي. كمان تذكر هذا الشخص المشنوق اللي كنت عم اقول لك عليه، هو الشنق عباره ما بسكر مجرى التهويه، هو بيضغط لي على الاوعيه الدمويه اللي موجوده الاساسيه السبات المشترك وبالتالي بيقل ترويه الدماغ، فبالتالي شو بصير؟ بصير عندي نقص تروية ونقص تصريف للدم للقلب، يعني بآلية معقدة إن شاء الله بكرة بالطب الشرعي بتاخدوها.
هي الآلية بتجمع لي الدم وين بالرأس، فأنا بتجمع الدم بالأوردة، فوين بيروح؟ بتجمع بالشعيرات الدموية اللي موجودة بالرأس. فنحن وقت بالطب الشرعي وقت تلاحظ أنه وقت يجي مثلا بكرة إذا اختصيت طب شرعي وأنت إجا لعندك قضية غامضة مثلا بدك تعرف هذا الشخص كيف مات، إذا لاحظت بعينه في عندي نزوف نقطية موجودة بالصلبة تبع العين، فمعناته هذا الشخص ما يتشنقن لأنه شنقوه، فتجمع الدم بالرأس، فانعكس الدم اللي تجمع بالأوردة بالشعيرات الدموية، تمزقت الشعيرات الدموية وعملت لي نزوف نمشية قليلة الغزارة. طبعا الموضوع أعقد من هيك بشوي. تقريبا هيك بنكون خلصنا الفقرة، بس ضل لك على المراجعة السريعة وشوية أفكار. المراجعة السريعة، الوظيفة الأساسية لجهاز الدوران تتجلد بمنطقة الدوران الشعري. البنية الخاصة للشعيرات الدموية هي عبارة عن طبقة واحدة من الألياف البطانية تتخللها فراغات وثقوب تسمح بتمرير المواد، غشاء قاعدي عم شكل لي دعم أو مساندة لهي الخلايا البطانية وبالتالي عم ساهم لي بشيء اسمه المقاومة الشعرية. هذا الغشاء القاعدي مؤلف من ألياف وبروتينات سكرية هي الكولاجين عم شكل لي المقاومة الشعرية وبالتالي بيمنع لي تمزق الشعيرة الدموية. بس هكل شيء له حد مثل ما اتفقنا، إذا زاد عندي ضغط الدم ضمن الشعيرة أو نقصت مقاومة جدران الشعيرة الدموية بصير في عندي نزوف نمشية قليلة الغزارة. إيه ما بتصير هذا الشيء؟ أمراض وراثية أو نقص فيتامين سي بتأثر لي على الغشاء القاعدي، إنتانات وسموم بتزيد لي من كمية الدم اللي رايحة لمنطقة السم أو اللي رايحة لمنطقة الإنتان، وبالتالي شو بتزيد لي؟ بتزيد لي من ضغط الدم وممكن يصير التمزق. بيصير في عندي شريان بعده شريان انتهائي ناتج عن التفرعات، هذا الشريان الانتهائي بيطلع منه فرع اسمه شريان تالي، الشريان التالي بيطلع منه شو؟ الشعيرة الدموية. عند منشأ الشعيرة الدموية عندي ليف عضلي أملس يسمى مصرة أو معصرة قبل شعرية، يعني عم تشكل لي مثل بوابة بتنفتح وبتنغلق حسب شو؟ حسب الحالة تبع العضو. إذا كانت مفتوحة فبتسمح لي بمرور الدم من الشرايين الى الشعيره الدمويه، بس اذا كانت مغلقه ما بسمح لي بمرور الدم من الشرايين الى الشعيره الدمويه، والدم رح ينتقل عبر هي القناه الى الاورده. هي عباره عن قناه بتصل بين الشرايين والوريد كمجرى تصريف ثاني اذا كانت الشعيرات الدمويه مغلقه. الشعيره بعد ما تنشا بتنتهي بوريد بدون معصره قبل شعريه، وبالتالي التبدلات الهيموديناميكيه بالاورده تنعكس في منطقه الشعيرات الدمويه، والمسرات مثل ما حكينا هي بتنفتح وبتنغلق حسب بعض المواد اللي بتم انتاجها ضمن النسيج ذات نفسه، رح نشرحها هلا بفقره الدوران الموضعي. طبعا بهي الفقره ممكن يجي شخص هلا لانه شفنا هي التعليقات على الفيس انه شرح إليت ناقص، شرح إليت مدري شو، شرح إليت مدري شو. بهي الفقرة هو شرح لك شوي عن الدوران الشعري التغذوي والدوران الشعري الوظيفي وعن كثافة الشعيرات الدموية. هدول في ربط بينهم وبين فقرة الدوران الموضعي، فنحن هلأ بالفيديو اللي بعد هاد لح نحكيهم ولح نحكي فقرة الدوران الموضعي. فمو تطلع من هذا الفيديو تروح تكتب لي فيديو على بوست على الفيس والله شرح إليت ناقص، لا أنا عم رتب لك الكتاب بحيث يسهل عليك الدراسة، ما عم بجي امشي لك أنا بترتيب الكتاب هيك على أي شيء بس مشان حفظك، لا بدي اياك تفهم وتربط لي المعلومات وتسهل على حالك الدراسة.